من الحاجات برضو اللي كانت غريبه في المباراه بخلاف الامور الفنيه التحكيم، في كلام كتير قوي على القرار اللي خده احمد الغندور وحكم الفار حسام عزب حجاج، كره جت في ايد محمد حسن ما جتش في ايد محمد حسن، رايك ايه يا كريم طبعا في اللعبه دي؟ شوف طبعا انا وجهه نظري طبعا لعبه الامانه لعبه يعني في اكيد فيها مساحه جدل، بس طبعا احنا لما شفناها في التلفزيون والتلفزيون بيتيح لك انت تشوف اعداد مختلفه بالزبط. وانت مرتاح يعني طبعا زوية. نظرتك انت قدام التلفزيون مختلفه تماما عن نظره الحكم، مختلفه عن نظره الحكم المساعد، مختلفه عن الجمهور في ملعب، لكن مش مختلفه عن حكم الفار. حكم الفار اللي قدامه هو اللي انت في البيت شايفه صح. انا وجهه نظري الشخصيه ككريم سعيد اشوف ان الكره هدف صحيح. طيب الاعداد اللي انا شفتها ومن سرعه الكوره في 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 تحولها ديفليكشن اللي حصل انها تروح للمرمى، صعب ان الكره دي تبقى جت في ايد اللعيب. ليه؟ لما الكره يا محمد بتيجي في الايد بيحصل لها ارتخاء او بيحصل لها امتصاص. عارف ليه؟ لان اللاعب اول ما الكره بتيجي في ايده تلقائي بيعمل ايده كده مثلا كده كده الايد اصلا بتمتص. واسف برضو عضلات الايد مش بنفس قوه عضلات الرجل طبعا، من حتى من الفخذ لغايه الانكل تحت صح. الكوره بتخبط في رجلك كانها خبطت في الحيطه، بترتد بسرعه قويه. طيب ايه اللي خلق بقى حاله الجدل؟ الجدل أيوة. عشان حاجه واحده ولا كذا حاجه؟ لا كذا حاجه عشان نحل الموضوع للناس يعني، فاهم قصدي؟ احنا وتاني اهو احنا بنتكلم يا جماعه، احنا بنتكلم في رياضه وكل واحد له وجهه نظره. وتاني حب ان يعني شيء او الانتماء لشيء ملوش دعوه بانك تقول اللي عينك شايفاه شافته، عشان نبقى واضحين مع بعض. طيب الحل اللي خلق حاله الجدل دي زميلنا الكابتن كريم حسن شحاته. البرنامج بتاعه قال ان محمد حسن قال لهم ما قالش في تصريح رسمي، قال لهم ان الكوره جت في ايدي. جت في ايدي وفي رجلي وراحت للجول. هو بيقول لمس ايدي، لمسه مش يعني حفت هو على مسؤوليه مين، عشان نبقى واضحين جدا لان مفيش تصريح احنا ما سمعناش محمد حسن. محمد حسن ما سمعناهوش قال كده، احنا بنقول اللي انا بشرح اللي قاله كريم واللي خلى حاله الجدل. في نفس التوقيت المواقع الزميله لينا في الانترنت قالوا ان محمد حسن اقسم 30 يمين ان الكوره ما جاتش في ايده وان الكوره جون، وفضلنا قدامه وجهتين نظر. طبعا اكيد من حق بعض الجماهير والكثير من جماهير الاهلي تستشهد باللي قاله الكابتن كريم حسن شحاته لانه بيطفي على الغاء الهدف شرعيا صح، يبقى خلاص كده يا جماعه احنا مفيش الاهلي ما اتحباش بالظبط. راح طلع محمد حسن على انستجرام وقطع الشك باليقين راح قال للناس ايه جول، عشان يبرأ نفسه من سكه ايه الكلام اللي قاله ممكن لتيم الاعداد. وانا بصراحه انا بكل امانه انا في الشغلانه دي يا محمد بقالي اهو اكتر من 20 سنه، انا بقول لكم ربما الولد قال للمراسل يعني قال ربما كنت صرح مراسل كريم سعد والمراسل على المستوى الشخصي مش مستوى الرسمي، والمراسل بلغ كريم فكريم قال الخبر على الهوا من غير ما هو كان المفروض بقى كريم يعمل ايه؟ يقول له لا هات على التليفون ما تقوليش على لسانه، هاته هو يقولها بعظمة لسان نسمعها منه عشان الموضوع ايه يخلص. لان ببساطه محمد هيطلع يقول لك اصل لك على حاجه، كابتن ياسر عبد الرؤوف كان داخل يحلل اللعبه وكان لسه هيقول رايه فيها الفني وقف وقال خلاص طالما اللعيب قال لمسه يد. لا احسن انا محمد احنا في الصحافه بقالنا كام سنه كام يوم انت اتكلمت مع انا اسف يعني كنت مع مصدر خارج الاطار الرسمي غير قال لك حاجه واول ما يجي يقول لك يا كابتن محمد انت هتسجل او هطلع المايك طب ثانيه واحده بقى عشان اقول لك بدل عايز اقول كتير يعني حصلت كتير يعني دي شغلانتنا. فتاني هي الموضوع طبعا انفجر بكره الصبح هينتهي يعني مش على فكره كده كده الدوري يعني الدوري محسوم للاهلي ومش ده اللي هيفرق في مساله بطل الدوري. احنا بنتكلم بنتكلم في الصح والغلط دي أنا يعني احنا هنا ده شغلنا، احنا هنا مش بنتابع المباريات كمشجعين، احنا بنتابع المباريات كشغل. احنا اللي انا شفته انا بتكلم على مستوى الشخصي اللي انا شفته ان الكوره هدف كوره الديفليكشن حصل في الفخذ، ده اللي انا شفته من الكاميرا اللي كنت اتمنى ان حكم الفار يجيب عشان يقطع. دي بقى الجزئيه الثانيه حكم الفار غلط طبعا، لان المفروض انت عندك طبعًا. ما يقرب من حوالي مثلا خمس ست زوايا بتوع الفار لازم تعرضهم لحكم المباراه طبعا، وحكم المباراه غلط
لان المفروض لو حكم الفار جايب لك لقطه واحده او زاويه واحده تطلب زوايا تانية. صح صحيح. عملوا حاله جدليه بدون لازمه. الموضوع مش مستاهل. انت وفي نفس حاجه ثانيه خلينا معاك يا محمد، الكوره اللقطه اللي احنا بنقول اللي هي كانت موضعه اتعادت. اتعادت موجوده اللقطه موجوده اتعادت. واحنا انا اسف يعني، هو البرنامج يعني هنا اسمه في كتفك يا اهلي، لو الحاجه ضد الاهلي هنقول ضد الاهلي عادي. الموضوع مش حرب يا جماعه، موضوع دي رياضه، واللي انت بتشوفه قوله. احنا بنتكلم في نطاق رياضي، الكوره ببساطه تعالوا نقلب كده. انا اسف طب معلش تعالوا نقلب المشهد. والكره دي كانت لصالح النادي الاهلي، ما كناش هنسكت. كان يبقى الوضع ما كناش هنسكت، ما احنا ياما انتقدنا التحكيم في مواقف كتير. ايه اللي يفصل انك تقول الحق؟ بالظبط. الموضوعي، الاعلام الرياضي موضوعي وليس محايد. الاعلام الرياضي موضوعي، يعني موضوعي تحلل اللي انت شايفه لقطه بلقطه، ما تجمعش. ما تجيش تقول ايه اصل والله حصل سنه 80 وحصل سنه 70 واستشهد ببطولات ثانيه. لا انا ماليش دعوه بكل ده. انا ليه حاجه واحده، اللقطه اللي قدامي اتفضل يا كابتن مع يا استاذ محمد سعيد، اتفضل اللقطه دي رايك فيها ايه؟ جت لقطه مشابهه ليها ملناش دعوه بيها، هي احنا بنحكم على كل لقطه. فانا في وجهه نظري انا اللي خلق حاله الجدل دي ان الناس قالت ان محمد قال لي تيم الاعداد بتاع الكابتن كيحيى، وعلى طول راح على محمد حسن نفسه وراح قال لك الكره جول. بالظبط. ايا كان كده كده الاهلي بطل للدوري، هي مساله وقت ومساله ايام. والاسماعيلي على فكره عنده مباراتين، لو كسب مباراه منهم قعد في الدوري. بس برضه يا جماعه ما انت ما تجيش بعد 30 32 مباراه نتائجك سلبيه تمسك في كوره وتقول دي اللي تقعدنا ولا يعني. بس التحكيم بغض النظر بقى عن الاهلي والاسماعيلي، التحكيم عليه مليون علامه استفهام. ويا كريم بامانه من خلال برنامج في كتفك يا اهلي قبل مباراه القمه باسبوع، احنا بنحذر من فكره اداره حكم مصر لمباراه القمه في اللي احنا شايفينه. قلناها في الدور الاول قلناها في الدور الاول. بلاش يا جماعه الوضع هو بيريرا. اوكي انا محترم والله الكلام، وانه عايز يعتمد على الحكام الشباب. هو بيريرا فين دلوقتي؟ والله ما اعرف. بيريرا مش في مصر، بيريرا في اجازه من قبل عيد الاضحى في اجازه. اتمنى ان اضم صوت صوت محمد، اتمنى يكون في حكم اجنبي ان شاء الله. هنبارك لبعض الاسبوع اللي جاي، ويكون الاهلي بطل الدوري العام وتكتمل الخماسيه خلال هذا العام. شكرا لك يا كريم. شكرا زي محمد. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه، وان شاء الله اكون حلقات التتويج مع في كتفك يا اهلي عبر منصتي يلا كوره وجي ال سي. الى اللقاء.